أول شيء يعني نحب نهني اللاعبين نتاعي بالمستوى اللي قدموه في المباراة هذه. صحيح كنا معنا مسيطرين على اللعبة، ولكن اللي أظن اللي ما تعمل الفارق هو البنك الاحتياط نتاع الترجي الرياضي. معناتها تقريبا عنده فريقين ترجي، طحنا احنا على المستوى البدني في الشوط الثاني. خمس دقائق الأخيرة هي حكمت في المباراة، على أغلاط فردية، على بعض معناها على فوات على مستوى الدفاع. عرفنا كيفاش نرجعوا في الثواني الأخيرة، ما عرفناش نسجلوا هدف التعادل، ولكن بصراحة كنا نستحقوا على الأقل التعادل في المباراة هذه. فريق النجم الرياضي الساحلي يتكون من 7 لاعبين أواسط، 2 لاعبين معناتها كادي يعني ناشئين، وبقية معناها عندي 8 لاعبين فريق أول. قاعدين نبنيو في فريق جديد إن شاء الله المستقبل لنا. يلزم الجماهير النجم الرياضي الساحلي تصبر علينا شوية، قاعدين بصراحة قاعدين نبنيو في فريق اللي إن شاء الله معناه يرجع أمجاد النجم الرياضي الساحلي. شوفنا جارديان تبارك الله اليوم. والله يشوف احنا معناها الحراس نتاعنا قاعدين نعطيو فيهم في الثقة، حراس الشباب زادا قاعدين نعطيو فيهم في الثقة، قاعدين نشتغلوا. أنا جيت مؤخرا تقريبا عندي تويكا شهر من اللي جيت الفريق، قاعدين معناها نخدمه إن شاء الله، معناها العمل اللي يجيب إن شاء الله. آخر سؤال، برشا طاقة وقعت في الماتش، نعرفش اسك جمهور الترجي قال لكم اليوم ولا؟ شوف نعرف احنا معناها النجم الرياضي الساحلي الترجي الرياضي السونسي، ولكن نشوف الجمهور معناها عطلنا في اللعب، خرجنا تركيزنا شوية، التقاطعات هذه التقاطعات في المباراة، وهذا بصراحة مش في صالح كرة اليد بصفة عامة، مش في صالح الترجي والنجم الرياضي الساحلي، صراحة معناتها الرياضة بصفة عامة. احنا معناتها كنجم الرياضي الساحلي وكترجي رياضي قدمنا مباراة كبيرة اليوم اللي تمتع بها الجمهور، كان من أجل أن الجمهور يكون معناها يشجع فريقه، ما فيش تقاطعات باش نرتقيوا زوج فرق يعني الترجي والنجم الرياضي الساحلي بمستوى كبير اللي يشرف الرياضة ويعطي كما نقولوا منظر باهي لكرة اليد التونسية.